مصر اليوم ركزت على مدينة الأقصر واستعداداتها لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية والمقرر افتتاحه في 16 مارس القادم. مصر اليوم كتبت بعنوان الأقصر محرومة من مشاهدة الأفلام من 23 عام، ونقلت عن رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية قوله إن الأقصر تعاني من عدم وجود دار عرض واحدة لعرض الأفلام الخاصة بالمهرجان ومحاولات عديدة من رجال الأعمال لإنشاء سينمات.